طيب اللهم امين. النقطه الثانيه هي خاصه ب يعني بالموقف الخارجي، وبرضه انا اتسالت سؤال يعني من احدى السيدات الفضليات، يعني قالت لي انا خايفه جدا من الواقع اللي حوالي مننا هنا وهنا وهنا وهنا. فانا رديت عليها زي ما هرد زي ما هكرره دلوقتي، ما اعرفش ده، قلت لها انت ما تخافيش من بره خالص. وانا بقول لكم وبقول لكل مصري ومصريه، انت ما تخافوش خالص من بره، من اللي حوالين مننا، لان ربنا موجود قبل كل شيء، واحنا بنحاول نراعي ربنا في التعامل مع القضايا ديت. لكن دايما اللي عيننا عليه وباكده وبكرره هو الداخل، هو الداخل، ان احنا نخلي بالنا. وانا بكلم الامهات والابهات وكله، انا بتكلم معاكم كتير وما بلاقيش فرصه لما اكلمكم على عشان اسجل الظروف والمواقف، عشان ما حدش يقول انا ما كنتش سمعت وما كنتش اعرف او كده. المهم خلي بالكم من الداخل، من نفسكم، من اولادكم، من الولاد الصغيرين لسه ما يعرفوش حاجه، مش ما يعرفوش حاجه عشان هم، عشان بس ان هم ما شافوش التجربه اللي احنا مرينا بيها في 2011. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم. شوفوا زي ما قلت في بداية الكلام، ما فيش أمور تتعمل بالتمني، ولكن الأمور كلها بتتعمل بينا كلنا، وببرامج من الدولة وبالإعلام وبالمفكرين والمثقفين وبالمساجد وبالكنائس وبالأسر عشان نحافظ على بلدنا يعني. فالحمد لله يعني ما نقلقش من الخارج، لأن احنا إن شاء الله احنا بخير يعني. طب الأزمات اللي بره، احنا بنبقى دايما زي ما قلت قبل كده، احنا نطفئ حرائق ولا نشعلها، نطفئ حرائق، واحنا هنقابل ربنا، واحنا هنقابل ربنا بكده. الناس مش واخده بالها، فاكره الحكايه، لا لا لا، ده حساب مظبوط. كل نقطه دم انا سببها هتحاسب عليها، كل خراب انا سببه انا هتحاسب عليه. فانا الحمد لله رب العالمين، يعني من ساعه ما ربنا اراد ان انا اكون موجود هنا حرصت على ان انا ما ايدي تبقى كده. اللي هاجمني انا في 2013 و14 ولغايه حتى سنتين فاتوا، انا ما كنتش بادئ بالعدوان ابدا. في سيناء احنا ما كناش بادئين بالعدوان، بقول لكم عشان تعرفوا، ابدا كان هم اللي بيهاجموا، وانا ما كنتش اقدر ابدا، واقدر اقول له يا رب يعني كنت هضيع ال 100 مليون اعمل ايه؟ هيخربوا الدنيا كلها وهيموتوا الناس وبيدمروا مساجد وكنائس وبيدمروا مستقبل دوله. وربنا سبحانه وتعالى حكيم وعليم يعني. فاطمنوا على ان شاء الله على علينا بفضل الله سبحانه وتعالى، واحنا بنتحرك بكل جهد عشان نحل المساله، نوقف يعني، يبقى في وقف اطلاق النار، يبقى في اطلاق للرهائن، يبقى في اعمار لغزه، يبقى في حل دائم للموضوع، وربنا يعيننا على ذلك.